السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم تحلية باردة متكونة من جوج ديال الطبقات بالحليب والبرتقال، كتجي رائعة جدا ومنعشة. نتمنى أنها تنال إعجابكم. تابعوا معايا الفيديو للأخير باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. في المكونات غادي نحتاجو نصف لتر من عصير البرتقال، وجوج معالق كبار نتاع كريم باتيسير، وجوج معالق كبار نتاع السكر سنيده، وجوج اكياس فلان فاني، وواحد الياغورت بنكهه الخوخ. اول حاجه البنات، انا عندي هنا زلافه غادي نوضع فيها جوج اكياس من فلان فاني كما كتشوفوا، وغادي نضيف عليهم كذلك جوج ملاعق كبيرة من السكر الخشن، وأضيف أيضا جوج ملاعق كبيرة من كريم باتيسير. وإلا ما كانش متوفر البنات ممكن تستعملوا جوج ملاعق من النشا، هو من الأحسن تستعملوا كريم باتيسير حيت كيكون لذيذ أكثر. جوج ملاعق كبيرة، وغادي نخلط الكل جيدا. صافا البنات، انا عندي هنا كاسرونه خويت فيها نصف لتر من عصير البرتقال، وغادي نضيف ياغورت بنكهه الخوخ، وممكن تستعملوا اي نكهه انتم كتفضلوها. وغادي نضيف داك المسحوق نتاع الكريم باتيسير والفلون، وغادي نخلط مزيان مزيان بالضراب اليدوي حتى كيندمجوا ليا المكونات، ونرجع لكم. صافا البنات، ممكن تضيفوا حتى مبشور برتقاله كيجي لذيذ بزاف، وكنبقاو مستمرين في التحريك باش هكا ما يلصقش في القاع ديال الكاسرونه، وخصوصا ملي كيبدا يغلي. وما توقفوش نهائيا على التحريك، وغير تشوفوه بدا يغلي تطفيو عليه البوطه. ومن بعد البنات، انا جبت هذا المول ووضعت فيه هنايا الكؤوس ديالي على شكل مائل بهذه الطريقه هذه. الا ما كانش عندكم ممكن تجيبوا زلافه وكتحطوا فيها الكؤوس ديالكم بهذه الطريقه هذه. وغادي نخوي فيها الطبقه الاولى، كانوا داغي كميه بكميه بلا ما نعمرهم بزاف، غير النصف، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكؤوس ديالي. وصف البنات، ملي كنخويو الطبقه الاولى ديالنا في الكؤوس كنخليهم يبردوا، وكندخلهم اما للثلاجه او المجمد. وبالنسبه للطبقه الثانيه كنحتاجو نصف لتر من الحليب، وثلاث ملاعق كبيره من النشا، جوج اكياس من سكر الفانيلا، ياغورت بنكهه الفاني، وثلاث ملاعق كبيرة من السكر الخشن. وبالنسبة للطريقة نتاع الطبقة الثانية، غادي نجيبو زلافة كما في الأول، غادي نوضع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الخشن، والسكر دائما كيبقى حسب الذوق،
وغادي نضيف 3 ملاعق كبيره من النشا كما كتلاحظوا، وغادي نخلطو مزيان. وغادي نجيب كاسرونه وغادي نوضع فيها نصف لتر من الحليب، وغادي نضيف كذلك السكر والنشا اللي سبقنا وخلطناهم مزيان، ونضيف كذلك 2 أكياس من سكر الفانيلا، صافي. وغادي نخلط مزيان مزيان بالضراب اليدوي باش ما يتكورناش ويدير لنا دوك الكويرات. عاد غادي نضيف ياغورت بنكهه الفاني، وغادي نخلط مزيان مزيان عاوتاني. عاد غادي نوضعه فوق البوطه على نار اللي هي مهيله، كما كتلاحظوا البنات انا وضعت الكاسرونه ديالي فوق البوطه على نار اللي هي مهيله، وكنبقى مستمره في التحريك كما قلت لكم في المرحله الاولى، ما توقفوش نهائيا على التحريك، غير كنشوفوه بدا يعقد ويتقال ونطفيو عليه. الحليب ديالنا كما كتشوفوا هو بدا كيغلي، غادي نخليه حتى يبدا يتقال وغادي نطفي عليه العافيه. صافي البنات، الطبقه الاولى ديالنا هي بردت وشدت راسها، وقبل ما نوجدوا الطبقه الثانيه حتى تكون اولى بردت مزيان مزيان عاد نوجدوا الطبقه الثانيه. صافي كنبقاو نخويو الكؤوس ديالنا هكا بهذه الطريقه، هذه الطبقه الثانيه اللي هي نتاع الحليب والفاني. ممكن البنات تستعملوا يعني تديروا في كيسان اللي كيكونوا صغار، انا درت هادو كبار عطاتني غير 4 ديال الكيسان. معليش نتوما الا كان عندكم كؤوس اللي هما صغار غادي يعطيكم عدد اكبر من الكؤوس. صافي كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الكؤوس ديالنا، وغادي نخليوهم يبردوا عاد نتلاقاو باذن الله. التحليه ديالنا ها هي بردات وشدت راسها مزيان، ودابا غادي ندوزو لمرحلة التزيين. انا عندي هنايا كمية نتاع اللوز ايفيلي، غادي نوضع القليل منه اللي سبق لي وحمرته واحد شوية. والتزيين البنات كيبقى حسب الرغبة، وممكن تخليهم حتى هكا كيجي المنظر ديالهم زوين. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع التحلية ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم. كما كتشوفوا جات رائعة في المنظر ولذيذة حتى في المذاق، كنتمنى انكم تجربوها، غادي تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة، الى فيديو مقبل ان شاء الله.